ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هشرح الدرس اللي بعد الترتيب اللي هو العمليات على الأعداد الطبيعية. العمليات على الأعداد الطبيعية هي أربع عمليات، عندك عملية الضرب، عملية الجمع، عملية الطرح، عملية القسمة. عندك خواص عمليات الجمع وخواص عمليات الضرب. خواص عمليات الجمع أربع خواص، أول خاصية اسمها إبدال. الابدال يعني ان انا ينفع ابدل رقم برقم، يعني لو عندك 2 زائد 3 هي 3 زائد 2. تاني خاصيه اسمها الدمج. الدمج اللي هو الاقواس، ان انا احط قوسين للجمع هنا او هنا، دوت اسمها الدمج. ثالث خاصيه معاك اسمها الانغلاق. الانغلاق معناه ان اي عمليه جمع ممكنه، يعني لو اخترت اي رقم في الدنيا طبيعي جمعته على اي رقم طبيعي تاني هيديني برضو رقم طبيعي. اخر عمليه معايا بعد الانغلاق اللي هي المحايد الجمع. والمحايد الجمع ده يعني العنصر اللي ايه؟ اللي لو جمعته على اي رقم مش هيأثر، اللي هو ايه؟ العنصر صفر. طيب في الضرب نفس النظام، نفس بس بيزيد عليهم، بدل المحايد الجمعي يبقى اسمه المحايد الضرب. يعني عندي برضو ابدال، وعندي برضو دم، وعندي برضو انغلاق، بس بدل ما بقول محايد جمعي اللي هو الصفر بقول المحايد الضربي اللي هو الواحد. وعندي خاصية تانية اسمها التوزيع، هوريك الشغل بتاعها بيبقى عامل ازاي. يبقى دول كده الخواص اللي عندي بتاعت الجمع والضرب. اربع خواص في الجمع، خمس خواص في الضرب. تعالى نشوف المسائل بتاعتي بتبقى عاملة ازاي. اول حاجة يقول لك اكمل ما يكفي. العنصر المحايد الجمعي هو، احنا اتفقنا العنصر المحايد اللي هو ما بيأثرش في عملية الجمع. العنصر الوحيد اللي ما بيأثرش في عملية الجمع هو الصفر. ازاي يا مستر؟ صفر زائد اي رقم في الدنيا هيديك نفس الرقم، مش هيأثر في اي حاجة. طيب تاني حاجة العنصر المحايد الضربي هو مين؟ هو الواحد. ليه؟ لان العنصر واحد هو العنصر الوحيد اللي لو مسكته ضربته في اي رقم هيديك برضو نفس الرقم. طب بص السؤال ده يصعب لك الموضوع شوية. يقول لك العنصر المحايد الجمعي في ط مضافا اليه 99. العنصر المحايد الجمعي في ط اللي هو الصفر مضافا اليه يعني زائد. زائد كام؟ زائد 99. صفر زائد 99 هيديك برضو كام؟ 99. في نوعين من الاسئله يقول لك ايه؟ زي كده عدد فردي في عدد فردي. ساعتها انت بتفترض اي عدد فردي، وليكن العدد الفردي الاولاني واحد، العدد الفردي الثاني خمسه وليكن، يعني ممكن اختار اي عدد غيره، ممكن اقول ثلاثه وسبعه، تمام؟ اشوف الناتج اللي هيطلع، واحد في خمسه بكام؟ خمسه، طلع لي برضو ايه؟ طلع لي برضو عدد فردي، يبقى لما اضرب عدد فردي في عدد فردي، الناتج اللي هيطلع لي برضو فردي. طيب اللي بعديها بيقول لك ثلاث اعداد طبيعيه متتاليه. اصغرهم س زائد 2، طالما هم ورا بعض متتاليين يبقى كل مره هزود كام؟ هزود واحد، يبقى اللي جاي كام؟ اللي جاي هيبقى س زائد 3، اللي بعده هزود كام؟ واحد هيبقى كام؟ هيبقى س زائد 4، وهكذا، هو عايز العددين التانيين بس. طيب رقم 6 بيقول لك ايه؟ حاصل ضرب اصغر عدد اولي، مين اصغر عدد اولي؟ الاثنين. في اي عدد فردي، اختار اي عدد فردي انت اللي قوله، هختار مثلا السبعه. 2 في 7 تديني كام؟ 14. ال 14 ده عدد زوجي ولا فردي؟ عدد زوجي، يبقى هقول له هو عدد زوجي، وهكذا من نوعيه الامثله دي. نوعيه الامثله الثانيه في الشغل بتاعي بتاع النهارده يجي يقول لك استخدم خواص الجمع والضرب في ايجاد ناتج ما يلي. اول حاجه مساله زي ديت هو مديك 47 58 53. انا ببص لايه؟ ببص للاحاد في الجامعه، ببص للاحاد، دي 7 ودي 8 ودي 3، مين فيهم اللي لما اجمعه يديني 10؟ السبعة والثلاثة يا مستر، دي كده هجيب دي جنب دي وهجيب دي جنب دي. ليه؟ علشان يبقى عندي الناتج ده 47 لما اجمعه مع ال 53 يديني الاجابه بتاعتي كام؟ 100. وال 58 هرجعها هنا وهكتب ان دي خاصيه الابدال. دي اول حاجه. ثاني حاجه
او محاطط الخاصيه او اللي انا هجمعهم جوه قوس، لان انا ما ينفعش اجمع الا لما اقول له انا هجمع مين. فانا هجمع دول، يعني هقول له انا هجمع دول واكتب له خاصيه الدم. تعال نجمع سبعة وثلاثة كام؟ عشرة. صفر ومعايا واحد. خمسة واربعة تسعة ومعايا واحد، يبقى كده الإجابة مية. مية زائد كام؟ مية زائد 58 تطلع 158، وهنا هكتب له خاصية الانغلاق. يبقى أنا عندي ثلاث خواص بطبقهم واكتبهم. طيب تعالى في مسألة زي دي، 20 في 14 في 5. اسهل لك تضرب 20 في 14 ولا 20 في 5 اللي انت حافظها من الترم الاول ب 100؟ لا طبعا يا مستر، اسهل لي اضرب 20 في 5، يبقى اجيب ال 5 هنا وال 14 هنا، يبقى هضرب 20 في 5 في 14. وهبتدي اعمل ايه؟ اقول له خلي بالك دي اسمها خاصيه الابدال. بعد كده هضرب هحطها جوه قوس، هتبقى 20 في 5 في 14، واكتب له ان دي خاصيه الدم. هضرب 20 في 5، الصفر ينزل زي ما هو، و2 في 5 بكام؟ 2 في 5 ب 100. و100 في كام يا مستر؟ 100 في 14 تنزل زي ما هي. لما اجي اضرب صفرين هيحصل لهم ايه؟ هينزلوا. و1 في 14 ب 14، وما تنساش تكتب له ان دي خاصيه الانغلاق. هنا المسألة اللي بعديها اسمها التوزيع، هستخدم فيها شغل التوزيع. تعالى عشان تفهم بقى ايه الخاصية اللي انا قلت لك اشرحها لك ايه. خاصية التوزيع دي عبارة عن ايه؟ ان انا بيبقى عندي رقم مضروب في رقمين. انا هنا ده رقم واحد، طب تعرف تخليهم رقمين؟ اه يا مستر، انا ممكن اخلي ال 99 دي 100 ناقص كام؟ 100 ناقص واحد. تمام؟ واقوم قايل له ده كده بقى رقم مضروب في رقمين، اوزع مره على الاول ومره على الثاني، يبقى تساوي 45 في 100 ناقص 45 في 1، واقول له خد بالك دي اسمها خاصيه التوزيع. بعد كده اقوم حاطط دي جوه قوس وحاطط دي جوه قوس عشان اقول له ان انا هعمل عمليه ضرب. دي جوه قوس هتطلع كام؟ صفرين ينزلوا، 45 في 1 ب 45 ناقص دي جوه قوس تطلع كام؟ 45 في 1 ب 45، تعمل عمليه الطرح وما تنساش تكتب له ان دي خاصيه الدم. وتقوم عامل عمليه الطرح هتطلع لك كام؟ على الاله او بدماغك 4555. وفي اخر كل مساله متفقين بنكتب خاصيه الانغلاق. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا.